أخبار اليوم. عملوا مسلسلين إذاعة بطولة هنيدي السبع لفات بيتذاع كل يوم، وتورا بورا مع عز ونيكول سبا، وطبعا دي مش أول مرة مع عز واختيار عز برضو، وأيمن سلامة المؤلف. مبسوطة أن أنا يعني شرط كل رمضان الناس لازم تشوف نفس الناس، يعني لازم تنهارينا كل رمضان. المهم أن أنتوا هتشوفوني في العيد إن شاء الله. عندي فيلم البابي فوت أمل، إخراج أحمد بنداري وإنتاج شركة شادوز أحمد حلمي الفنان الكبير. دورك في ايه بقى وكلمنا على الفيلم؟ بص عشان ما نضحكش على بعض، ما اقدرش افصح عن الدور قوي، بس هو حاجه من الحاجات الفن اللي انت بتحبوها فيا، يعني اختار حتى المخرج ليا من طارق العريان، وطارق العريان هو اللي مرشحني ليه، عمر العريان قالوا له لا منى اللي تعمل الدور ده جامد جدا، وهتفاجئ بيا بظهوري يعني مع خالد عليش كمان، شغلي قدام شريف سلامه وخالد عليش، فهيعجبك الشغل قوي ان شاء الله بعيد باذن الله. ده العيد الصغير، العيد الكبير كمان في بطولة معاك. في فيلم تاني احلام ممنوعه مع الجميله علا غانم. الفيلم ده انا بعمل فيه شخصيه مختلفه تماما، واول مره اعملها في حياتي، ومحمد عادل المخرج هو اللي رشحني برده، وكنت معاهم من اول العمل، بس كنت اعتذرت لان كنت سافرت بره، وبعد كده رجعت كملت في دور تاني خالص اتكتب لي والله، يعني الراجل كان عايزني معاه باي طريقه. دور بنت لبنانيه قاتل محترف بيستاجر من خليه ارهابيه دوليه مافيا. طبعا اللكنه غير لبناني. الدور انا شايفاه اول مره، يعني اول مره اخوض الموضوع، فهتفاجئ بحوارات، هتتفاجئ بشخصيه مختلفه تماما عن كل الدراما والمسلسلات والافلام اللي انا عملتها قبل كده. ان شاء الله بالتوفيق. بس انا عاوزه يعني اتكلم عن المسلسلات الاذاعه شويه. انت عملتي مع اولاد رزق مع احمد عز، وعملتي اتخانقتي شويه فيه. مش اول مسلسل، انا دي السنه الخامسه مع محمد هنيدي النجم ده. انا شابولي وشركه راديو 1 خالد حلمي، دي مش اول عمل، ده خامس عمل. كنت عملت معايا شوربه السياحه وكلام ارانب واحلام سعيده مع دنيا سمير غانم قدامها بطوله برضو، فدي خامس سنه مسلسل اذاعه. انا بحب الاذاعه، والاذاعه دي تمثيل اكتر من، لو اخدت بالك، اكتر من التلفزيون. موضوع صعب مش سهل. وبعدين الحمد لله من قبل ما يقولوا التتر انا بلاقي الناس بتكلمني، عارفين لما ببقى شلق او ببقى كيوت، عارفين صوتي بالبحه بتاعتي، فالحمد لله رب العالمين الناس بتحبني في الكاركترز دي.